صباح الخير خوكي، نهاركم زين ان شاء الله. ان شاء الله كم راكم بخير، بصحة جيدة. انا والله صافا الحمد لله. وش نقول لكم؟ شكرا شكرا بزاف على الدعم وتواصل تاعكم. ربي يحفظكم ربي يعطيكم تمنوا. الحمد لله يا ربي، رانا وصلنا 6000 متابع، 6000 اخو واخت صديق وصديقة. شكرا بزاف بزاف على الدعم وتواصل تاعكم. واليوم نشتغل فرصة باش نصور لكم فلوغ خفيف كيف نفوت اليوم تاعي من الصباح حتى العشية بين الرياضة والعمل. وان شاء الله على بالي يعني اللي عجبكم. ابديت لكم الصباح ديما نوصيكم بس لا تصليوها في وقتها، ديما مليحة الصبح نوض صليها في وقتها. ما تستناش حتى واحد يحفزك ولا حفز نفسك بنفسك، حفز راسك براسك. غاتشوف ديك الساعة 5:30 الصباح، انا الدنيا فارغة نابل فيلو كالعادة، نروح ندير جولة على السباح حتى البحر، غندخل التيراني عندنا الملعب في الحي هكدا. نروح بيكم ان شاء الله درك حتى البحر، بعد نولي للسطار. انا درك هكدا عندي بروغرام تاعي، نخدم حدو 2 نونتريني على الصباح، 3 روبو استراحة، الاربعاء والخميس نونتريني بعد على الصباح، والجمعة نحب نبروفيتي نرتاح، السبت ساعات نروح للبحر على الصباح هكدا. كملوا ما شاء الله، والله الجو على كيف على الصباح. نسمع شوفوا نسمع هذيك الشم، نسمع على كيف ما شاء الله. الله في الوجهة، نروحوا الملعب ان شاء الله كم لونتري الموتيعي. الحمد لله يا ربي غادي نوصل للسطاد، ها زدنا نكمل البرنامج تاعي تاع لونطريمون وبعد نولي لكم. هذا هو الملعب اللي نصور فيه حتى المنزل بعد، ها خاتيني درك فضيت لونطريمون، نروح للدار نتزوج نفطر ان شاء الله، بعد نكمل لكم الفيديو. صباح الخير، زين نعاود لكم. خاتيني راني هابط اللي عادي 7:30 تاع الصباح على الدونتيست، ومن تما عندي طريق لابوست، ومن تما عادة نروح نخدم ان شاء الله. هذه هي هكذا كيف نعقب اليوم تاعي. لقيتيني عطيوني 7:30 تقريبا، راه في الترونسبور خير سمع ما انا دونتيس في البلاد وسط المدينه، لا غرو بوست بعد نجم وما نخدم غريبة في البلاد سما كل شيء حدا بعض هكذا. راه نكملوا معاه الحمد
لله يا ربي غادي نعاودو فضيت البلومباج حيت لاباراي بلومبيت كنروحو لا بوست ان شاء الله كرون بوست نفري اموري بزاف ان شاء الله نوبات نخدم لا قاتوني خرج من لا غرون بوست رسيت الامور نطلعوا نخدموا خاوتي لقيتيني وصلت للمحل ما نخدم الحمد لله يا ربي ماغازي انفون زاد موداكيت مسكي كذا في لي زاركات سونترفيل مرحبا من بالجميع قرب العيد مرحبا بكم عندنا كاينه لبسه ما شاء الله تسمى السلعه تاع امبورطاسيون كامله تاع الخارج لي بري ما شاء الله بعد في متناول الجميع نتمنى تزورونا والله ونشكر زاده والمحل عمار وعادل الثقه اللي داروها فيا الحمد لله يا ربي راهم مشكورين نتمنى لهم كل الخير ربي يحفظهم يحفظ لهم اولادهم ان شاء الله العائله تاعهم كامله ونتمنى كامل اصدقاء تزورونا في المحل تحبوا تكسيو ولادكم مرحبا بكم عندنا كل شيء ما شاء الله باش نقول زاده شكرا زاده صديق يخدم هنا زاده عبدو راه مشكور لي زوم خويا وزاده محمد في الغيبيه راك مشكور هكذا خوتي وربي يعاونكم كما قلت ما تقولش ما نخدمش في البلاصه هذه ما نخدمش في البلاصه هذه لازم نخدم كما نقولوا بالدبلوم تاعي ما نتقى راحتك خدم تقى سعر مناسب بلاصة مناسبة محترمة حلال أخدم وربي إن شاء الله ينوب عليك ما خير إن شاء الله فيها خير وش نقول نقولك ما ندرك هذا اليوم تاعي الأخر اسم اليوم رانا الأربعاء 30 جوان اسم هذا اليوم الأخر فض المكتوب هنا كما نقولوا لي كل بداية نهاية الحمد لله يا ربي إن شاء الله تشوفوني في عمل خلاف إن شاء الله فيها خير هذيك نشكر المحل مرة أخرى عمار وعادل راه مشكورين شكرا زاد عبد ومحمد خدموا زاد هنايا والحمد لله درك ندير لكم فيديو على المحل بزاف سقساوني على المحل وين جا جيست داك نوري لكم كاع تشامش على المحل هنا هاي بلاك زاد موداكيت هاو تشقا هاك ديال الزركات كامل قد ما توصل لي كليز توصل لي كليز تشقا المحل وعندو تاع اونفو عندو هنا زاد تاع بورفان كاين زاد المحل تاع بورفان لهنايا هاهو هنايا هذا بعد تاع نفس الشخص تاعو بعد بورفان مرحبا بكم زاد لكن ندخل ندير لكم دورة في الداخل المحل كراك موضة مرحبا 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 ما شاء الله والله دا حوايج ما شاء الله زورونا برك زورونا تلقاو عبدو في الاستقبال ما شاء الله ليبري في متناول الجميع حاجة كاليتي مليحة خلاص
شنو نتمنى الفيديو تاع اليوم ينال اعجابكم، يكون فيديو خفيف ان شاء الله، ان شاء الله ما يكونش طويل بزاف، ماذا بيا قيس قيس كيف نفوت لا جورني تاعي من الصباح حتى العشيه ان شاء الله، حتى نروح للدار نفض من الخدمه، عاد راني فض الفيديو، عاد راني الصباح عاد بديت الخدمه، تما راه تيو معايا واش درت الصباح، الصلاه ديما قلت لكم الصلاه الصبح مليحه في وقتها، رحت اونترينيت من بعد طلعت انا حيت لاباراي درت بلون بيتش سنت شانتونتيس راهي مشكوره زاد بزاف. نخدم عندها طبيبه الاسنان بوتبان راك مشكوره، ربي يعاونك ربي يحفظك ان شاء الله. من بعد رحت لا غرون بوست فرست اموري كي فضيت جيت هنايا درت لكم فيديو وريتكم المحل نخدم فيه، ومن المحل بعد تابع ليه ساعه ساعه تلقاوني فيه نخدم في اونفون وكاين بوغ فام. مرحبا بالجميع، وزاد الشكر الخاص لاختي نينا راك مشكوره بزاف، اليوم راه عقبت لي التليفون، انا على بالكم التليفون تاعي فازت سيلفي تاعي، وحتى ان شاء الله في الايام القادمه ان شاء الله نشري تليفون وندير لكم دي فلوغ بزاف، ندير لكم دي فيديو خلاف، وزيد كيما نقولوا كاليتي دي ماج زيد تتحسن، وان شاء الله الفلوغ تاع اليوم ينال اعجابكم. واش نقول لكم اللي عنده اي حاجه حاب يديرها يديرها، مي وانت تحفز روحك بروحك نفسك بنفسك تحفزها، ما تستناش الناس تحفزك ولا تدعمك، ادعم نفسك بنفسك كما نقولوا عاون راسك براسك هكذا، وما ما تحشمش هز التليفون واحد الخيمة ما قاعدش دير حاجه تعيب باقا تقبح في الناس، التليفون عندك موهبه دير وبوستي فيسبوك انستغرام ولا فيسبوك شي حاجه اصدقاء انستغرام فيسبوك تاع اليوتيوب كامل اللي تبعونا راكم مشكورين على الدعم، الحمد لله وصلنا 6000 بكم متابع اخو اخت صديق وصديقه، وان شاء الله مازال لي فيديو ملاح هكذا خوتي. هاي درك نظم شويه برك نمسح الفيترينا بعد زيد نولي لك كيما قلت لكم الصلاه في وقتها، وما تبقاش نخدم ما نصليش، دير وقت وصلي فيه صلاتك، وحاجه خلاف الامانه مادام حطوك في محل كلي دخلوك لدارهم امانه هي امانه هكذا خوتي، خدموا حلوا دراهمكم وجيو مروحين، ما تديوش حاجه خاطيك هذا واش نوصيكم، ومعامله مع لي كليون عاملوهم مليح هذا واش نوصي لي، خدموا كامل وربي يعاون الجميع ربي يرزقكم ربي يعطيكم ما تمنى من بعد ان شاء الله. ربي يقبل صلاتكم ان شاء الله، الحمد لله كل كيما وصيتكم الصلاه لازم في الوقت نصلي هنا الظهر والعصر، درك شويه راه نتغداو ما نولي المحل كيما قلت لكم الصلاه 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 في وقتها هكذا ما كاش الاعذار، ربي يعاونكم خوتي. لقيتوني فان ترافاي والله راني قدكم عيان في حاله، زاد ما بلون بي درس شي نيت لاباري قدت لي راني قد قد ما غير عيطي شنو يدرك، نروح ننظف شويه نسيق الدنيا نخرج بعد نروح نروح روح نرتاح راني فاتيكي نقتل هاي كملوا معي. خوتي لقيتوني فضيت راني مروح درك للدار والله راني تعب قد نظفت المحل درك نطفي برك نروح نروح نطفي الدور ونروح ان شاء الله نركب ما قادرش نمشي هكذا، ان شاء الله الفلوق تاع اليوم ينال اعجابكم، ان شاء الله حتى نوصل للكرشي ندير لكم لاف ان شاء الله يا ربي، ربي يعاون الجميع ربي يحفظكم ربي يعطيكم ما تمنوا، كما نقولوا مرسي مرسي على الدعم تاعكم المتواصل، ان شاء الله الفلوق هذا ينال اعجابكم، ما تنساوش نفضكم الاشتراك بقناة شفعل الجرس يصلكم كل جديد، خليو لنا تعليق واعجاب على الفيديو هكذا خوتي، مرسي بزاف. شنو وصلت الكرتشيا للدار كما نقول لكم الان وصلنا الى نهايه الفيديو الفلوق تاع اليوم، نتمنى نال اعجابكم يعجبوا الفيديو ما ينساش خلينا من فضلكم جيم اعجاب على الفيديو وتعليق، واللي جديد معنا في القناه نقول لك مرحبا بك في قناتك ما تنساش من فضلك الاشتراك بالقناه وفعل الجرس ليصلك كل جديد، شكرا شكرا على الدعم تاعكم المتواصل ربي يحفظكم ربي يعطيكم ما تمنوا، لقيتوني راني عيان في حاله نروح نصلي المغرب
ونتعشى ان شاء الله بعد الريح. انا السمه ديال الله شغل نتعك فانا نعقبها يكون نخدم هكذا ان شاء الله. في روحكم ان شاء الله، في والديكم، في سلاتكم، في السوسه ديروا سبور. نقول لكم ملتقانا في فيديو خلاف ان شاء الله. في روحكم، السلام عليكم.